ان شاء الله. يمكن سؤال حلقتنا النهارده بيقول مين اول حد عيدتي عليه في اول يوم العيد واحكي لنا عن ذكرى حلوه معاه. اول حد بعيد عليه هو ابني طبعا، ربنا يخليه لك. وببتدي قبل يعني ما ابتدي يومي اتصل بالناس قرايبي او الناس جيراني بتوع بقى زمان اللي في المنصوره، اتصل بيهم عيد عليهم كده سريعا عشان ما اكونش اتلهيت في اليوم بتاعي. الطقوس اللي احنا بنعملها انه طبعا بنبقى لابسين البيجامه بتاعه العيد من قبلها، ابني بيصحى بيلاقي لعبته جنبه، مش فاهم لحد دلوقتي فكره العيديه، يعني هو فاكر ان ده مصروف انا مش عاوز. فضل ونعمه من ربنا عارفه تضحكي عليه بحاجه بسيطه يعني. لا بس هو مفتقد جدا صلاه العيد لانه بيبقى نايم وقتها، وانا بحس ان انا لو رحت اصلي العيد من غيره هبقى خاينه، عملت ذنب. فانا بحب لما اتبسط هو يبقى معايا، فما بيبقاش صاحي بقى الوقت ده، لكن بيبقى مفتقد بقى لما بيلاقي الناس بقى بدات ترجع وشايلين بقى البلالين وبتاع. بس بعمل له الاجواء دي في البيت، ننفخ بقى البلالين ونهيص ونشغل اغنيه صفاء ابو سعود العيد فرحه. لا بعمل له جو يعني، بحس ان انا بقيت عندي 3 سنين كده. يا اهلا بالعيد. اهلا بالعيد.